السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. أولا كنشكر الإخوان المشتركين معي في القناة على الدعم ديالهم المتواصل وعلى التعليقات ديالهم الإيجابية والرائعة، جزاكم الله عنا كل خير. كذلك كنرحب بالإخوان الجدد على القناة، إذا كنت أول مرة كتشاهد القناة فما عليك إلا أنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. اليوم إن شاء الله تكملة لسلسلة لا كومونيكاسيون التواصل، وكما كتعرفوا بان القناه غاديه بواحد المنهج ديال كنديروا لي ريغل كاملين باش تكونوا كابابل دو كونستروير دي فراز سول. هذا هو الهدف، انني نوصلكم انكم تقدروا تستعملوا دي فراز بوحدكم بلا ما تعولوا عليا ان شاء الله الرحمن الرحيم. الوغ نبداو على بركه الله. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كومون اوتيليزي لو فيرب فينير دون دي فراز. لو فيرب فينير المعنى ديالو هو ياتي، ياتي يأتي. Le verbe venir, يأتي. Venir, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, la conjugaison du verbe venir au présent de l'indicatif, qui m'a catché au nef sora. Alors, je dis, je viens. أتي. Le présent. Tu viens. Tu viens. Il vient. Elle vient. هي تأتي وهو يأتي. Nous venons. نحن نأتي. Vous venez. أنتم تأتون أم أو أنتن تأتون. Ils viennent, هم يأتون أو هن هن يأتون. Donc, هذه la conjugaison du verbe venir au présent de l'indicatif. Et à titre d'information, le verbe venir au passé composé se conjugue avec l'auxiliaire être. Le passé composé, comme on dit, je suis venu, tu es venu, il est venu, nous sommes venus, vous êtes venus, ils sont venus, elles sont venues. C'est clair? Alors, le verbe venir, daïman, daïman qui coule matbou bi deux. Daïman qui coule matbou bi deux, maintenant ça va. Daïman, ritz-tamlo, atimin. Atim, ihtaf l'oral arabi, atimin. Ta'timin, ya'timin, daïman tbou'a. بدو وهادو كتختلف وهادشي اللي غنشوفو ان شاء الله في الدرس. اتي مين. دونك الى بغيت جو بوز لا كيسيون، بغيت نقول لك من اين اتيت، من اين تاتي، من اين تاتي. الوغ من اين تاتي باللغه الفرنسيه كتاخذ 3 فورم، يمكن لي نسول 3 ديال الطرق. من اين، عقلو مزيان، اين هي او من اين هي دو، دو دو من اين هي دو. سي كلير؟ دو من اين. دو فيان كنديرو لا فيرسيون سوجي، لا فيرسيون سوجي كنبداو فيان تو، فيان تو. هذا هو السؤال الاول، الطريقه الاولى. دو فيان تو، من اين تاتي. أو إذا بغيت نقول من أين نأتي، من أين نأتي غادي نقول دو فينون نو. من أين تأتون، دو فيني فو. سي كلير؟ من أين يأتون، دو فيان تيل. سي كلير؟ يعني كتشونجي غير، كدير غير لافيرسيون دو سوجي، كتكون حافظ لا كونجوغيزون، كتجي لهنا كدير لافيرسيون دو سوجي، كتسبق بالفيرب عاد لو سوجي. الطريقة الثانية هي دو tu viens. يعني هنا كتاخذ seulement le verbe conjugué وكتحطو. D'où tu viens, d'où il vient, d'où nous venons, d'où vous venez, d'où ils viennent. هذه هي أسهل طريقة، حاولوا تستعملوا غير هذه في الأول. وكاينة الطريقة الثالثة، كناخذوا l'inversion de sujet في الأول viens-tu وكنزيدوا هاد دو. D'où. C'est clair؟ viens-tu d'où؟ Ou bien, venez-vous d'où? C'est clair? Ainsi de suite. هادوما ثلاثة الطرق اللي باش تطرحوا السؤال، من أين تأتي أو من أين تأتينا أو من أين يأتونا. سي كلير؟ جيسبيغ كو سي كلير. حاولوا أنكم تدونوا هذه المعلومات الله يرضي عليكم، باش ما يبقاش عندكم مشكلة إلا بغيتي تسول شي واحد منين جاي. ألوغ جو بوز لا كيسيون دو سات فاسون. دونك دابا طرحنا السؤال، دابا غادي نجاوبوا. الوغ الإجابة قلنا دائما كتكون بدو، كتكون بدو، وهاد دو كتختلف، لأن كنقول لك من أين تأتي يعني غتقول لي واحد المكان، وي أو نو، واحد المكان. الوغ داك المكان على حساب، إلا كان
مفرد مفرد مذكر ولا كان مفرد مؤنث يقدر يكون جمع وكاين الحاله الرابعه غنشوفوها من بعد دونك فاش كيكون الاسم مفرد مذكر ماسكولين سانغولي واحد المكان ماسكولين سانغولي بحال دابا لوزو لوزو حديقه الحيوان لو بارك حديقه الالعاب لو جاردان حديقه لو ماغازان لو ماغازان اسي دو سويت يعني جميع الاسماء اللي كتكون مفرده مذكره هنا باش نربط بين اتيمي هنا كتختلف لان كاينه لو سي كلير لو الوغ دو فيان تي بغيت نقولو انا اتيت ولا اتي من حديقه الحيوان دونك هنايا فاش تلقاو دو مع لو كتولي دو كتولي دو يعني دو بليس لو كتولي دو الوغ جو دي جو فيان دو زو سي كلير جو فيان دو زو جو فيان دو بارك Je viens du jardin. Je viens du magasin. J'espère que c'est clair. On efface le nom masculin singulier. Kandiro. De plus le katouli du. Je viens du zoo, je viens du parc, je viens du supermarché, ainsi de suite. Du magasin. L'halat tani, il efface qui est comme mufrad mu'annat. Mufrad mu'annat. On a touché de l'espace. Efface qui est cool. مفرد مؤنث على سبيل المثال لا فارماسي لا فارماسي مثال ثاني مثلا لا ميزون مثال ثالث مثلا لا سال الوغ هنايا فاش كيكون لو نو المكان مفرد مؤنث شنو كنديرو كنزيدو غير دو كنخليو لا وكنزيدو دو اي جو لي دو فيان تو جو فيان دو لا فارماسي دو إل فيان إل فيان دو لا ميزون دو في فيني نو فينون دو لا سال سي تخي سامبل سي كلير فاش كيكون مفرد مؤنث كنديرو دو لا الحالة ديال الجمع الحالة ديال الجمع مثلا جئت من المكازا الجمع لي مغازل المتاجر مثلا لي كلاس الاقسام انا هنا في الحاله ديال الجمع كيلكو سوا مفرد ولا مؤنث ما كيهمناش مفرد ولا مؤنث غير كيكون الجمع كنغيرو لي كنغيروها بدي كنغيروها بدي كنغيروها بدي فوالا سي تري سامبل Alors je dis, d'où viens-tu? Je viens des magasins. D'où vient-il? Il vient des classes, ainsi de suite. D'où بالنسبة لأماكن. حاولوا أنكم الله يرضي عليكم تدونوا هذه المعلومات وحاولوا أنكم تحفظوا هذه القواعد لأن مهم بزاف وكنستعملوا لو فيرب فونير بشكل كبير في اللغة الفرنسية. سي كلير؟ ألوغ نمروا الآن الدول وكذلك المدن لأن ممكن أنني آتي من أي مكان وكذلك آتي من الدول والمدن بالنسبة للمدن لي فيل كيكون فيهم حالة ديال هي الأغلبية ديال المدن المدن كيكونوا فيمينا سانغولي كيكون مؤنث باسكو اون دي لا فيل كاين أربعة المدن في العالم اللي هما مذكرين ما غنذكروش عليهم ولكن الغالبية ديال لي فيل هما مفرد مؤنث سي بون مؤنث باغ اكزومبل كازا Casablanca, je l'écris. Il y a un nom propre, donc je dois écrire au majuscule, au début de la phrase. Par exemple, Rabat, Fès, ainsi de suite. J'ai choisi ici les grandes villes de notre royaume. Binsba al-Moudoun, d'ailleurs, il y a un mot de directement. C'est clair? J'écris de. De.
De. D'où viens-tu? Je viens de Casa. D'où vient-il? Il vient de Rabat. D'où venons-nous? Nous venons de... d'où venons-nous? Nous venons de Fès, ainsi de suite. هادو جميع المدن كنستعملوهم دو بدون استثناء. قلت لكم كاين اربعه المدن اللي كيشكلوا الاستثناء ولكن ما غنهضروش عليهم دابا. دونك الاغلبيه ديال المدن كنستعملوا دو. اتي مين سي كلير. بالنسبه للدول, هذه بالنسبه للمدن. بالنسبه للدول كاين ثلاثه الحالات او اربعه الحالات. كاين دول مفرد مذكر, وكاين مفرد مؤنث, وكاين الحاله ديال الجمع, وكاين الحاله الرابعه غنشوفوها في الاخر. دونك بالنسبه للدول المفرد المذكر قلنا ان اغلب الاسماء اللي كتكون كتنتهي ب او فهي دول مؤنثه, واللي ما كتكونش كتنتهي ب او فهي دول مذكره. دونك باغ اكزومبل المفرد المذكر كوم ماروك, كندا باغ اكزومبل, كامرون اي دوتر بيي. بالنسبه للدول المفرده المؤنثه كما قلنا كتنتهي دائما ب او باغ اكزومبل فرانس, تركي, انسي دو سويت. بالنسبه للجمع بحال الولايات المتحده الامريكيه لي زيتا زوني, الولايات المتحده الامريكيه. دونك في الحاله ديال الدول اللي كتكون مذكره هنايا كنستعملوا دي. دي جو فيان دو ماروك, جو فيان دو ماروك, جو فيان دو كندا, جو فيان دو كامرون. سي كلير كنستعملوا دي. بالنسبه للمدن او الدول اللي كتكون فيمينا جو فيان ايسي كنستعملوا دو ديريكتومون. حاولوا انكم تحفظوا هذه القواعد الله يرضيكم. Je viens de France, je viens de Turquie. C'est clair? بالنسبه للدول الجمع كنستعملوا دي. Je viens des États-Unis. C'est clair? كاينه حاله الرابعه هي الاسم, فاش اسم الدوله اللي كيكون بدو فويل. Par exemple, Italie. Italie. Alors, tous les pays qui commencent par une voyelle, je vais dire où? كنديرو دو و ان ابوستروف كيل كو سوا ماسكولان ولا فيمينا. دو ليطالي جو فيان دو ليجيبت مصر. سي كلير. الدول اللي كتبدا فويال كنستعملو دو ان ابوستروف. جيسبيغ كو فوزافي بيان كومبري. بالنسبه للدول نتمنى تكونوا فهمتيو الدرس جيدا. فالاستعمال ديال لو فيرب فوني كنستعملوه بشكل كبير في اللغه الفرنسيه, لهذا لا بد انكم تضبطوا امتى كنستعملوا دو لا, امتى كنستعملوا دو, امتى كنستعملوا دو اي لابوستروف, امتى كنستعملوا دي. هذه القواعد كلها شفناها في هذا الدرس هذا. حاولوا انكم تعاودوا الفيديو او الدرس بزاف المرات حتى تثبت القواعد عندكم. وكذلك ما تنساوش غنعطيكم ان بتيت اكزرسيس ا فير في لي كومونتير. الو غادي تحاولوا تستعملوا انا آتي من الغرفة, وكذلك أنا آتي من الملعب, أنا آتي من من الرباط, وأنا آتي من الجزائر. حاولوا انكم تستعملوا هاد لي فراز باللغه الفرنسيه في لي كومونتير, وانا كنوعدكم انني غادي نصح لكم سي اليا دي فوت, ونتمنى انكم ما ترتكبوش اخطاء. كنشكركم جزيل الشكر وتبارك الله عليكم, والسلام عليكم ورحمه الله تعالى و